السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. سنناقش فيها التحديات الأمنية التي تواجه محافظة مأرب على إثر التفجيرات التي استهدفت أو تفجير استهدف سوق شعبية وسط المدينة. إذن مشاهدينا، سقط قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سوقا شعبية بمحافظة مأرب. وقالت مصادر محلية إن العبوة انفجرت في أحد أسواق القات وسط المدينة، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى و18 جريحا من المدنيين. تأتي هذه العملية بعد يومين من إعلان الأجهزة الأمنية بالمحافظة إلقاء القبض على خليتين كانت تسعى لتنفيذ أعمال إرهابية في المدينة. وتمثل مأرب المحافظة الأمثل في مجال الأمن وتوفير الخدمات الأساسية منذ تحريرها في أكتوبر من العام الماضي، كما تعد ملاذا آمنا للفارين من الميليشيا وتجمعا لقيادة الجيش الوطني والقوات المشتركة. التحديات الأمنية التي تشهدها محافظة مأرب على هيئة خلايا إرهابية وتفجيرات موضوع حلقتنا من زوايا الحدث، لكن مشاهدينا قبل أن نبدأ النقاش سنذهب لمشاهدة هذا التقرير. لم يتوقف سقوط القتلى والجرحى من المدنيين ورجال الجيش الوطني والمقاومة رغم كل ما تعلنه الدولة من تقدم على ساحة مكافحة العنف المسلح في محافظة مأرب. أحدث تجليات مسلسل العنف انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبية وسط المدينة أوقع قتلى وجرحى. تبهت السلطات بسرعة التعامل مع حجم العملية وتداعياتها ما قلل عدد الضحايا، لكن هذا لا ينفي حقيقة عودة الخلايا النائمة لمحاولة ضرب أمن مأرب، عودة لا تمنع سيل الأسئلة المطروحة عن جدوى السياسة الأمنية الراهنة في ظل المخاوف من الاختلال الأمني وبعد العثور على أكثر من خلية تنوي تنفيذ عمليات إرهابية في المدينة. تعلم مأرب أنها مستهدفة وتعلم السلطات أنها في مواجهة مع الميليشيا، لكن لا هذا ولا ذاك، يعلمون أن الإرهابي المتجول لا يقع غالبا في شباك الرصد الأمني ويستميت في إفساد المشهد واصطياد الضحايا. التفجير الأخير يأتي بعد انحسار موجة التفجيرات والاغتيالات التي استهدفت مأرب منذ ما بعد تعزيزها بأجهزة مكافحة الإرهاب، لكن الوقائع تشير إلى أن بقاء الباب مفتوحا أمام استمرار المواجهات ولو في جزء من المحافظة كما يحدث في سرواح له تأثير كبير على مسرح الأحداث في المدينة. وليس من هدنة هنا تقول الأخبار اليومية الواردة من سرواح، على الرغم من مرور أكثر من 20 يوما على سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل لجان للتهدئة، إلا أن الميليشيا ما تزال تحشد مقاتليها وتستمر في مهاجمة مواقع الجيش والمقاومة. مأرب التي احتضنت كل الفارين من جحيم الميليشيا في الداخل تبدو هدفا رئيسا للميليشيا والجماعات الصغيرة العاملة في فلكها، لكن قدرة السلطات على حسم معركة سرواح ومناطق الهامش سيعزز من إمكانية سد كل الثغرات وإغلاق الباب أمام أي محاولة تسلل لهد الأرضية التي تقف عليها قيادة الجيش الوطني والقوات المشتركة. إذن مشاهدينا، للحديث حول التحديات الأمنية التي تواجه محافظة مأرب على إثر التفجيرات الأخيرة التي شهدتها المحافظة، سينضم إلينا لنقاش هذا الموضوع من مأرب السكرتير الصحفي الخاص بمحافظ المحافظة الصحفي علي الغليسي. أهلا بك سيد علي. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله سيد علي. في البداية لو تضعنا في تفاصيل العملية الإرهابية التي استهدفت سوق شعبية وسط مدينة مأرب اليوم. في البدء نرحم على أرواح الشهداء ونسأل الله أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى. اليوم كانت حادثة إرهابية لم يكن يعني أكثر الناس تشاؤما يتوقع أن تصل الحقد الإجرامي إلى ما وصل إليه. نعم. الحادثة اليوم استهدفت سوق يكتظ بالناس بالأبرياء بالمدنيين في وقت الذروة. كانت هذه الحادثة هي عبارة عن رسالة أرسلتها الميليشيا إلى محافظة مأرب أنهم يعني سيصلون سيستهدفون كل بريء، سيستمرون في إغراق الناس بالدم عبر مثل هذه الحوادث الإجرامية. نعم. وعبر هذه الأعمال التي تتنافى مع الشرائع الإسلامية ومع قيم اليمنيين وعاداتهم الحميدة. نعم سيد علي، هل هناك يعني إحصائية لعدد الضحايا الذين راحوا في هذا الحادث الذي يعني أو التفجير الإرهابي الذي حدث ظهر اليوم؟
هناك 3 شهداء و15 جريح، بينهم 2 حالتهم إصابتهم بليغة. نعم. يعني ولا زالوا يتلقوا العلاج في هيئة مستشفى مارب. نعم. ونسأل الله للجرحى الشفاء العاجل وأن يرحم الشهداء. نعم. بإذن الله. نعم سيد علي، بخصوص الأجهزة الأمنية، هل توصلت إلى هوية الفاعلين حتى الآن؟ الأجهزة الأمنية بعد الحادثة باشرت الانتقال إلى مكان الحادث، وفرضت طوقا أمنيا على السوق الذي يقع خارج مركز المدينة. نعم. وبدأت الأدلة الجنائية في تتبع في جمع تفاصيل العملية، تستمر لازال حتى اللحظة الأجهزة الأمنية في عمل متواصل لكشف ملابسات الحادث. نعم. وتحديد هوية الجهة التي قامت مثل هذا العمل. نعم. لا أنسى يعني أن أنوه إلى أن العملية التي حدثت هذا اليوم جاءت بعد قيام أجهزة الأمن بالقبض وضبط 3 خلايا كانت تعد العمليات إرهابية في مدينة مارب. نعم، بخصوص هذه الخلايا، يعني من خلال التحقيقات التي تمت مع هذه الخلايا، هل تم التوصل من قبل الأجهزة الأمنية عن رابط ما بين ما حدث اليوم وما بين الخلية، يعني من حيث الجهة المنفذة؟ طبعا التحقيقات الأولية تؤكد بما لا مجال للشك أن تلك الخلايا تربطها علاقة وثيقة بميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح. نعم. وهذا وفقا لما ورد في اعترافات العديد من المتورطين في تلك الخلايا. وهناك طبعا هناك خلية نسائية كانت قبل يومين تم إلقاء القبض عليهم، وبحوزة الخلية متفجرات وأحزمة ناسفة. نعم. هناك خلايا في 27 من إبريل خلية يعني أفرادها ينتمون إلى محافظة صعدة، تم ضبطها في 27 من إبريل وتربطهم علاقة بميليشيات الحوثي. كل هذه الخلايا التي تم ضبطها لديها مواد TNT، لديها أحزمة ناسفة، لديها نعم. عبوات ناسفة. اعترفوا أنهم مكلفين بزرع عبوات ناسفة بتنفيذ عمليات اغتيال لمسؤولي في المحافظة. يعني اعترفوا أيضا بأنهم مكلفين بزعزعة الأمن والاستقرار في المدينة. نعم. بأي طريقة كانت. نعم، وضحت الصورة سيد علي، تكرم بالبقاء معنا. سينضم إلينا الآن العضو القيادي في مقاومة مأرب ناجي الحنيشي. سيد ناجي، مساء الخير. أهلا، مرحبا، مساء النور. أهلا بك سيد ناجي، لماذا عادت الاختلالات الأمنية إلى محافظة مارب بعد فترة طويلة من الهدوء؟ ما الذي ينقص محافظة مارب كي تتخلص من أي محاولات لزعزعة الأمن؟ على كل حال، جريمة اليوم تأتي في سياق الجرائم التي ترتكب بحق الوطن هذا ومحافظة مارب جزء منه، ومن الطبيعي جدا ان المحافظه استهدفت بالشكل الهمجي خلال الفتره الماضيه ان تكون قضايا الاستهداف مستمر باشكال مختلفه. فاذا كان تم ازاحه الميليشيات وقوات صالح من القصف والاغتيال المباشر، فخلاياهم لا شك انها تشتغل في نفس الاتجاه الذي دأبوا عليه منذ فتره طويله. مارب حتكون نعم. مستهدفة بأشكال مختلفة، والاستهداف هذا يحتم علينا كقيادة المقاومة، الجيش الوطني، لقوات الأمن، لقيادة السلطة المحلية، بأنه يولوا الجانب الأمني أهمية قصوى باعتبار مارب نعم. استهداف لليمن بشكل عام في هذه المرحلة، خاصة أنها تشهد يعني هجرة داخلية واسعة وتضم اليمنيين بأشكال مختلفة. نعم. ولابد من خطة أمنية واضحة وجلية وصريحة في هذا الجانب، ولا شك لدينا من الكفاءات والقدرات في الجانب الأمني.
ما يمكنهم من القيام بهذه المهمه. وارجو انه هذا العمليه لليوم انها تكون دافع ومحفز سريع لانجاز المهمات الماثله في حفظ الامن والاستقرار بهذه المدينه. نعم سيد ناجي، اذا عدنا لحديث الاخ علي الغليسي السكرتير الصحفي لمحافظ محافظه مأرب، تحدث عن انه تم القاء القبض على العديد من الخلايا الارهابيه في المحافظه. ماذا يعني ذلك؟ هل يعني ان هناك ثغرات امنيه كبيره تعاني منها المحافظه؟ لا شك انه الثغرات موجوده، ولا شك ان الاستهداف موجود، ولا شك انه المخططين لا زالوا يخططوا، ولا زال انه المنفذين يسعوا للتنفيذ، وهذا يضاعف المهمه. الخلايا التي اكتشفت وتم الكشف عنها النقاب لا شك انهم اجهزوا فيها عناصر اضافيه وعناصر مخبأة وعناصر يعني مخفيه، وهذا ما يرتب على الاجهزه الامنيه سرعه اجراء التحقيقات واستنباط المعلومات الضروريه للحد او للمنع الجرائم ان تقام في المواعيد المخططه لها، هذا واحد. اثنين، مارب بشكل خاص مستهدفه، ويعرف قياده المحافظه وقياده المنطقه وقياده الجيش الوطني، ولذلك الميليشيات بعصاباتهم باجهزتهم التي تشتغل لا زالت مركزه تركيز كبير جدا على احداث. نعم هو بالفعل، لانه محافظه مأرب هي ذات اهميه كبيره من ناحيه ان يعني مقر قياده القوات المشتركه للجيش الوطني والتحالف، وايضا للاهميه التي تمثلها المحافظه كمنطلق لبقيه المحافظات في عمليه التحرير. يعني لماذا لا يتم وضع خطه امنيه والتخلص من هذه الخلايا التي تعمل على اثاره الفوضى وزعزعه امن المدينه، يعني بقدر ما تمثله هذه المدينه من اهميه؟ في حقيقه الامر انه كما لدي من المعلومات بانه العمليه تجرى على قدم وساق في وضع الخطه الامنيه المحكمه، وتقوم الاجهزه الامنيه المختلفه بوضع هذه الخطه وهي في طريقها، ولكن الصعوبات كمه متوفره كثيره جدا. لا تنسى انه المدينه اولا وقبل كل شيء 700,000 نسمه الذي جاءوا الى هذه مركز المحافظه وسببوا اشكاليات واسعه، طبعا هم نازحين ومقاتلين، وكذلك ايضا الزحمه، كذلك القياده الامنيه. انا ارى انه من الضروري بمكان ان تركز في مكان واحد وتتكلم بالجانب الامني جهه امنيه مخصصه واحده لكي سرعه المتابعه، سرعه الاجراءات، سرعه، لانه تعدد الاجهزه الامنيه ليس ذو فائده وليس يعني فائده عمليه في وضع مثل هذا. نعم. المحافظ كما اشعرني قبل فتره بانه هناك خطه امنيه تعد بشكل احترافي عالي لسد هذه الثغرات الامنيه التي اشرت اليها في سؤالك. نعم، ما الذي تم بخصوص هذه الخطه؟ يعني المحافظ صرح بهذا التصريح منذ فتره. لا 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 انا كما اشعرت بانه خصوص مجموعه من المختصين في هذا الجانب باشراف الاخ المحافظ قائد المنطقه بوضع خطه امنيه مع طبعا الاجهزه الامنيه الاخرى، بوضع خطه امنيه لسد الخلل او الثغرات الامنيه التي لا شك انه هذه العمليه اللي اليوم حدثت الاجراميه انها ستنبي باكثر من اي وقت مضى بضروره الاسراع في هذه الخطه. نعم. وعلى الواقع العملي. نعم، ابقى معنا سيد ناجي الحنيشي. نعود بالسؤال إلى السكرتير الخاص بمحافظ محافظة مأرب السيد علي الغليسي. سيد علي، أنت تحدثت قبل قليل عن أنه تم القبض على مجموعة من الخلايا الإرهابية في مراحل متفرقة، يعني هذه الخلايا التي تم إلقاء القبض عليها ما مصيرها؟ لا زالت الأجهزة الأمنية تتحفظ على أفراد وعناصر تلك الخلايا، لا زالت الأجهزة الأمنية تواصل التحقيقات لوضع النقاط على الحروف لمعرفة الجهات التي تتبعها، لمعرفة القضايا التفصيلية. نعم. لما هي الجهات التي تعمل لصالحها تلك العناصر. الأجهزة الأمنية مستمرة في استخراج المعلومات من تلك العناصر التي تم إلقاء القبض عليها للحد من أي عمليات اغتيال أو
عمليات إجرامية كالتي حدثت اليوم. نعم. طيب لماذا لا تحسم السلطات وقوات الجيش الوطني مصادر القلق في المحافظة بما في ذلك صرواح ومناطق الهامش حتى الآن؟ يعني هذه المناطق ما زالت تشهد مواجهات بين الحين والآخر، لماذا تم ترك هذه المناطق بما أن هذه المناطق يعني تشكل خطر وعلى أمن المحافظة بشكل عام؟ أولاً أخي العزيز، اللجنة الأمنية التي يرأسها الأخ محافظ المحافظة لديها خطة أمنية تتصل بتحسين الأداء الأمني في محافظة مأرب وخصوصاً في مدينة مأرب مركز المحافظة، لكن هناك الكثير من التحديات التي تحول دون إنجاح الخطة، أو يعني تحول دون الوصول إلى الحد المقبول من هذه عناصر الخطة. ما يتصل بالوضع العسكري في صرواح، الأمر هو على طاولة هيئة الأركان العامة والقيادة المشتركة للجيش اليمني والتحالف العربي. تلك المناطق المتبقية في صرواح أعتقد أن هناك خطة عسكرية لدى هيئة الأركان العامة والجيش الوطني لحسمها بطريقة تضمن الخروج بأقل الخسائر والأقل والأقل كلفة، وبما يساهم في الحفاظ على أرواح الجنود وتخفيف كلفة ما سيتم دفعه في العمليات العسكرية القادمة وفقا للخطة العسكرية الدقيقة التي لدى الجيش الوطني والقيادة المشتركة للجيش والتحالف العربي. سيد علي، كنت قد ذكرت يعني عن هناك أسباب يعني كانت هذه الأسباب تحول دون القدرة على تحقيق أو إنجاز الخطة الأمنية التي أعلن عنها المحافظ، هل لك أن تذكر لنا بعض الأسباب هذه التي تحدثت عنها؟ يعني الأسباب المطروحة في الخطة التي تم رفعها إلى الحكومة اليمنية وإلى القيادة السياسية، لا يعني هنا التحديات الأمنية في محافظة مأرب جمة البنية التحتية للأجهزة الأمنية تحتاج الى تعزيز بشكل عاجل. وهذا ما ذكرته الخطه الامنيه للحكومه. ايضا النازحين، توافد المواطنين من مختلف المحافظات الى مدينه مأرب كملجا وملاذ امن، هذا ساهم في تحميل الاجهزه الامنيه عبء ثقيل لا يتناسب مع البنيه التحتيه المتوفرة للأجهزة الأمنية في مدينة مأرب. لكن هناك وعود وهناك عمل جاري على قدم وساق لتجاوز هذه الصعوبات وللقفز على تلك العراقيل ولتحسين الأداء بشكل أفضل. نعم سيد علي، فقط ابقى معنا، أعود بسؤال أخير للسيد ناجي الحنيشي. سيد ناجي، ما مدى التنسيق والانسجام بين سلطات المحافظة والأحزاب السياسية على الأرض في المحافظة؟ اولا انا اريد فقط احاول الجانب في كيف تسجل الثغرات، اضيف موضوع يعني بسيط قبل اجيب لك على السؤال، انه تفضل. نحن عندنا كثافه بشريه، وهذه الكثافه البشريه يجب ان لا تجمع الى اماكن معينه في يجب ان مثلا الاسواق يجب ان توزع في خارج المدينه وهو اماكن بعيده جدا. ايضا وتعزيز الطوق الامني للمدينه الاول والثاني والثالث، هذا اولا. ثانيا فيما يخص العلاقه والتواصل، هناك علاقه وتواصل ولكنها ليست في المستوى المطلوب. نعمل كان غياب الاخ المحافظ اثر نوعا ما، ولكن عودته الى المحافظه اسهمت نوعا ما، واتمنى انه يعاد لهذا الموضوع الاهتمام الكبير باعتباره جزء مساعد للأجهزة الرسمية القائمة بمهماتها في ظل وضع غير طبيعي وغير يحتمل. وكما كان لي لقاء أخي الأخ المحافظ أنه وعد في هذا الجانب لديه أنه سيعاد لهذا الموضوع الاهتمام، وأفرد له جانبا مهم من الوقت. وكذلك مع الأجهزة الأمنية لنا تواصل، لنا علاقات ولنا تنسيقات،
ولكنها تبقى دون المستوى المأمول. نعم تمام. بخصوص السؤال الذي وضعته لك قبل قليل يعني لم تجبني عليه. أيوة يعني أنا كنت قد سألتك عن يعني ما مدى حضور أجهزة مكافحة الإرهاب في ملاحقة العناصر التخريبية وسد الثغرات الأمنية؟ شوف هذا الموضوع بحاجة إلى 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 أكثر من حلقة، ولكن أنا أتمنى أنه يتم الاهتمام بالقوات الخاصة لمكافحة الإرهاب، كذلك تزويد هذه الإمكانيات والقدرات اللوجستية. ولكن أنا كما يبدو لي أنا أقول لك حاجة واحدة، كما أعرف أنه قوات الأمن والأمن العام أنهم بدون رواتب لهم 6 أشهر. نعم. ويعانوا كذلك في قطاع واسع من رجال الأمن السابقين أو يعني المجندين في عام 2011 و2012، كذلك تم استبعادهم، كذلك لم تصرف رواتبهم. الجانب الأمني بحاجة إلى إجراءات تأخذ بعين الاعتبار قضايا المنتسبين لهذا الجهاز وتفعيل دور ووسائل حماية وأمن المحافظة، وهذا أنا أتمنى أن المحافظ يولي هذا الموضوع جل اهتمامه مع قائد المنطقة وبالتنسيق مع الأركان العامة للجيش الوطني. نعم إذن السيد ناجي الحنيشي العضو القيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. نعود بالسؤال إلى السيد علي الغليسي. سيد علي، ما مدى التنسيق أو ما مدى قدرة أجهزة مكافحة الإرهاب على ملاحقة العناصر التخريبية وسد الثغرات الأمنية في محافظة مأرب؟ لدينا كفاءات ولدينا يعني جنود على مستوى عالي من التأهيل، لدينا جنود وضباط وصف ضباط على مستوى عالي من الكفاءة والتأهيل والتدريب. يعني ما تحتاج المرحلة هي تعزيز البنية التحتية للأجهزة الأمنية. نعم. وهذا ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي، خصوصا ويعني نحن في مرحلة حرب، لسنا في حالة سلام. المحافظة التي كانت مستهدفة يعني بسلاح الميليشيا وعتاده، المحافظة التي لا تزال إلى اليوم مستهدفة بالصواريخ البالستية. نعم. يعني خلال الهدنة من 10 إبريل إلى الآن هناك 9 صواريخ بالستية أرسلت الميليشيات الإنقلابية على محافظة مأرب، تم تفجيرها من قبل منظومة الدفاع يعني في ليالي مختلفة ومتتالية. هذه المحافظة التي تستهدف بصواريخ بالستية هي هدف لهذه العناصر التخريبية. نعم. وهو ما يتم العمل في إطار تعزيز البنية التحتية للأجهزة الأمنية، يعني تفويض الصلاحيات للأجهزة الأمنية، استقدام الخبراء لعمل بعض الدورات التدريبية التخصصية. نعم. للضباط وصف ضباط وأفراد على الأجهزة الأمنية، وهذا هو ما يعني يتم العمل عليه، وإن شاء الله أن تشهد الحالة سيد علي بشكل أفضل. نعم. بإذن الله. نعم سيد علي، إذا ما تحدثنا عن الانسجام ما بين سلطة المحافظة والأحزاب السياسية في المحافظة، ما مدى التنسيق والانسجام بين السلطة وأيضا الأحزاب السياسية في محافظة مأرب؟ الأحزاب السياسية في محافظة مأرب يعني هي أحزاب مسؤولة على قدر عالي من المسؤولية. نعم. يعني لها الشكر وقفت إلى جانب المحافظة في وجه الميليشيات الإنقلابية، المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني. نعم. التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب الرشاد اليمني، كل هذه الأحزاب في محافظة مأرب كان لها دور في الوقوف في وقت الحرب والدفاع عن المحافظة، يعني استنفرت كل قواعدها للدفاع والذود عن حياض محافظة مأرب. اليوم الأحزاب السياسية تقوم
بدورها فيما يتصل بمساعدة أجهزة الأمن، بمساعدة السلطة المحلية، تقديم المقترحات والتوصيات. يعني لم تبخل لا بالرأي ولا بالمشورة. نعم، أشكرك سيد علي، وضحت الصورة، أجدهم في التنفيذ في المقدمة. نعم، أنا أشكرك سيد علي الغليسي السكرتير الصحفي لمحافظ محافظة مأرب، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، سينضم إلينا الآن المحلل السياسي الدكتور محمد جوانح. دكتور محمد، مساء الخير. مساء النور دكتور محمد. ما وراء عودة التفجيرات والخلايا الإرهابية إلى مأرب، وإلى أين يمكن أن تمضي في مسلسلها هذا؟ يعني طبعا هو شيء متوقع، يعني بعد أن تطهر أي مدينة من مجموعة إرهابية فإن هذه المجموعات تعود في شكل عبوة ناسفة، في شكل حزام ناسف. نعم. يعني وتشابه كبير طبعا مع اختلاف الأدوات بين جماعة الحوثي الإرهابية وجماعة القاعدة كذلك. عندما ينتهي الوجود الفيزيائي المادي لمجموعة من هذه المجاميع الإرهابية في مدينة، فإنهم يلغون يلتحقون بعيدا، لكنهم يرسلون رسل الحرب ممثلة في عبوات ناسفة، في أحزمة ناسفة، في متفجرات، في خلايا نائمة تسعى للفتنة والبلبلة. ما حصل في مأرب خلال اليومين الماضيين اكتشاف خلية أمنية نسائية، مع أن المحافظة تعتبر من المحافظات القبلية التي يعد توظيف العنصر النسائي في مثل هذه الأعمال يعد من الجرائم الكبيرة ومن العيب الذي لا يفترض أن يكون. لكن هذه الجماعة الحوثية لم تتورع حتى عن توظيف النساء لخدمة أغراضها في قلقلة الأوضاع في مأرب، لأجل أن تقطع الطريق أمام بعض الدعوات التي تطرح أن تكون مأرب مدينة مهمة في إدارة الدولة حاليا. نعم. ومن أجل أن تظهر صورة أخرى بأن المناطق التي ينسحبون منها تكون عرضة للإرهاب وعرضة للاختلالات الأمنية، وهذا طبعا الهدف واضح بشكل لا يحتاج إلى كثير من الكلام. نعم، إلى أي مدى دكتور تستطيع هذه الميليشيا عبر جماعاتها الصغيرة وخلاياها النائمة من إرباك الأمن في هذه المحافظة؟ لا أعتقد، يعني محافظة مأرب محافظة لم تستطع هذه الميليشيات دخول مدينتها حتى قبل أن يأتي المدد من أشقائنا في الخليج. نعم. هذه المحافظة صمدت إمكانياتها الذاتية وواجهت العدوان التحالف الداخلي في صالح والحوثي بكل استبسال، بينما لم يكونوا يملكون إلا إمكانيات القبائل المحدودة في مواجهة إمكانيات دولة، إمكانيات تدريبية للحرس الجمهوري والقوات الخاصة، وإمكانيات تسليحية لهذين الفصيلين الكبيرين في اليمن، بالإضافة إلى إمكانيات الميليشيات التي حشدت من كل مكان. ومع ذلك لم يستطع هؤلاء دخول مدينة مأرب على الرغم من إسقاطها في وسائل الإعلام التابعة لهم أكثر من مرة. أما اليوم وقد أصبحت المدينة متحدة على رأي واحد في معظمها، وأصبحت يعني تكتظ بآلاف المقاتلين المدافعين عنها ومئات العربات العسكرية والأطقم وأنواع الأسلحة، فلا أتصور أن الوضع سيكون سهلا في أو أنه يمكن أن يفكروا حتى. نعم. في إعادة الكرة لمحافظة مأرب. نعم دكتور، هل يمكن القول أن ما يجري على مستوى محافظة مأرب هي محاولة لتشتيت جهود السلطات وتهديد الأرضية التي تقف عليها قيادة الجيش الوطني؟ طبعا محافظة مأرب محافظة مهمة بالنسبة للأطراف المختلفة، هي محافظة نفطية وهي محافظة أيضا تقع على طريق مهم رابط بين الشمال المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية، والأهم من ذلك أنها تقع في الطريق المؤدي إلى شبوة وحضرموت وطريق الصحراء الممتد إلى السواحل الجنوبية، حيث يمكن للحوثيين الحصول على مزيد من خطوط التهريب السلاح. نعم. ولذلك هم يستميتون من أجل استعادتها فوق إمكانيات النفط والغاز المتواجدة فيها. لكن طبعا الوضع بالنسبة لهم يبدو في غاية الصعوبة بعد أن انسحبوا وتركوها. نعم. هم الآن يريدون أن يرسلوا بعبوة ناسفة هنا أو هناك، يريدون أن يزرعوا خلية هنا أو هناك. فطبعا لا ننسى نظام حكم الاستعمار
لمدة 33 سنة في البلاد وفي مأرب، له جذور وله مؤيدون كانوا وإن تقلص نفوذهم الآن. لا يزال النظام يحاول أن يلعب عن طريق الخلايا الأمنية، وأحيانا قد ربما يلعب عن طريق بعض مؤيديه الذين يعدون بالأفراد الذين خفض صوتهم الآن في المحافظة، لكنه بالإجمال كما قال الأستاذ علي الغنيسي بأن جميع الأحزاب بمن في ذلك أعضاء المؤتمر الشعبي العام حزب الرأي السابق هؤلاء كانوا في مقدمة المقاومين، ورئيس فرع مأرب للمؤتمر الشعبي العام كان أحد القادة البارزين للمقاومة الشعبية بالآن. أشكرك الدكتور محمد جميح، كنت معنا عبر الهاتف من لندن المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا في ختام حلقتنا لهذا اليوم التي ناقشنا فيها التحديات الأمنية التي تواجه محافظة مأرب على إثر التفجير الأخير الذي استهدفها ظهر اليوم، في الختام أشكر ضيوفي، كان معي علي الغليسي السكرتير الصحفي الخاص بمحافظ محافظة مأرب، وأيضا الشكر لناجي الحنيشي عضو قيادي في مقاومة مأرب كان معنا عبر الهاتف من الرياض، كما أشكر الدكتور محمد جميح كان معنا من لندن المحلل السياسي، وأشكر جميع طاقم العمل وفي الإعداد الزميل محمد القاسم، كما أشكركم أنتم مشاهدينا على كرم المتابعة، حتى الملتقى في أمان الله.